ايضا يعني من مقومات النجاح سمو الهدف يكون له قيمه. انا اذكر بعض الشباب قد حدد هدف انه يروح مثلا يفعل منكر، يفعل حرام. بعضهم يخطط يروح يستقر في دوله معينه من الدول، في احد الدول الغربيه، عشان يفلها هناك. خراحته هدفه انه كيف انه يتلذذ بما يغضب رب العالمين. هذا مو سمو هدف، هذا هدف متدني في المستنقعات. يعني لذلك لا بيكون هدفك سامي. انا تعجبني كلمه مع التحفظ عليها، يعني بعضهم يقول لا تجعل لاحلامك سقفا. سمو المعالي بعضهم يقصدني سمو انك يكون سقف احلامك عالي وهدفك يكون هدف عالي وعظيم. هذا جميل. وكما قال لا تجعل لاحلامك سقفا ما دام تحقيقها بيد الله. انا اقول نعم، لكن لابد عندنا ضابط حلو. ترى الشيخ قد وقت كلامك كانت متمه على كلامك هذا الاخير. انا قد جاني بعض الانتقاد البسيط انا كشاعر. السلام. وانتقدني شاعر. ليش؟ ما انتقدني في شعري. انتقدني يقول اشوفك اتجهت التمثيل. هو جلدني ببيتين بس ما اذكر هذا الحين. انه وصل مقطع الهفي، انا كنت عندي مثل في السوشيال ميديا وكل مشاهدنا وماك الحمد والشكر، يمكن ابو غالب متابع لنا في السوشيال ميديا هناك برا ما شاء الله، ولنا في جروب عندنا احنا نسوي ايش مشاهد كل اسبوعين اسبوع، والحمد لله لقينا منها تفاعل من مناصب قويه في الدوله استدعونا فيها وشكرونا فيها وقدمنا الدروع فيها في المقاطع هذه. فهذه انت بتقول عليها تخلي سقفك خليها عالي، لا تكون على حاجه يعني شيء بس موحد على حاجه واحده. الحين الشعر، انا شاعر منابر وشاعر حمد ربع عمي في اجتماعيات كل شيء. جاء ونصحني قال هذه ما تليق عليك. كيف انت تقول ذا الكلام؟ كيف انك تجي للتمثيل وفيها يعني خفت نفس وفيها التمثيل تعب، لابد انك تقدم حاجه بشيء بلطف بشيء مضحك عشان ما عشان الجمهور يستقبلك. احنا ما حد كل مشاهدنا نقدمها لكن فيها كوميديا بسيطه. كوميديا. والاخرتها نختمها كل مشاهدنا في السوشيال ميديا برا مع جروب ابو بشت عندي. جروب بشت هذا من اخوياي وهو مشهور ولنا جروب كامل. كل مشاهد سويناها ختامها بايه من القران الكريم. جميل، يعني في رساله في رساله هدف فيها. نعم. بعد ما شاف لها ناتج جاني وجلس معي. قال اشوف ما شاء الله تبارك الله اشوفك قدمت حاجه حلوه. قلت هذا انت تنتقدني فيها قبل. انا ليش اني احصر نفسي على الشعر؟ الشعر بوصل رساله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. هلا حياك الله. سعد المنيع. نعم. قال قلت انا بوصل حاجه عندي انا. انا ما يبجي بس اني بس بوصل شهره واقعد في بيتي متكئين كذا. لا انت نبهتني بابرو على شيء. لكن الحمد لله رب العالمين لقيت منها هدف ودعوات طيبه. لا انا برضه انت نبهتني على شيء لابد انبه عليه. هو مساله انه قد الانسان يكون قد يكون مولى عز وجل انعم عليك مو بس بتميز في جانب، عده جوانب. اللهم لك الحمد والشكر. فهمتني؟ يعني قد تكون تتقن عده مواهب مثلا في الشعر والتمثيل، مثلا نقول في الشعر والكتابه، في الشعر والخطابه. ما دام انك تتقن هذا كما تتقن هذا فاهتم بالاثنين. الحمد لله وباقي السقف عالي عندي. احنا نتكلم نعم فيك، احنا نتكلم لمن لا يتقن هذا. صح. وليس من ميوله، بس والله شاف الاضواء على هذا، شاف الاضواء مثلا على الشعر وده يصير شاعر، شاف الاضواء والله على التمثيل بيصير ممثل، هو لا عنده مقومات التمثيل لا في الكوميديا على قولتهم ولا في التراجيل مش يقولون يسمونها. اي انا قلت جبت هذه النقطه لانك تقول بعضهم بالقوه بالمشاعر بيكون شاعر. انت انظر الى نفسك، حط نفسك قدامك، يا فلان ايش اللي انت ربنا انعم فيه عليك؟ ايش القدرات والامكانيات اللي عندك؟ نتكلم فيها بعد شوي. صح. فانت حط نفسك فيما انت تتقن. صحيح هذا الكلام. فاذا كنت تتقن هذا وتتقن هذا فاشتغل، ما يمنع هذا ما دام عندك مقومات النجاح لهذا لا تتردد. لكن الكلمه اللي قلتها المنتشره جدا يقول لك لا تجعل لاحلامك سقفا ما دام ان التحقيق بيد الله. نقول نعم كلمه جميله لكن لابد نحط لها ضابط. نعم صحيح. وش الضابط؟ بشرط الا تخالف المنقول والمعقول. صحيح. وش معنى الكلام هذا؟ وش معنى انه لا تجعل احلامك سقف؟ تحلم قل ما تبي، ربك اللي بيحققها اللي يقول الشيء كن فيكون. لكن انتبه لا تخالف منقول اي الشرع انه المنقول شيء مرضات الله سبحانه وتعالى. اي لا تكون والله واحد يقول اتمنى اني اكون صراحه عند احسن واحد يضبط الخمر استنى واطلع نبيذ لو حارس امن ها
اطلع ذاك المعتق اللي يكسر الدنيا الصافي الصافي لا وقف هذا خالفت المنقول او يخالف المعقول فهمتني؟ خالف المعقول يعني يقول لك صراحه اتمنى اني والله العظيم يكون طولي 3 امتار ثلاثة امتار انت الان عمرك 25 30 سنه يقول لك 170 دقر اي ويقول بياخذ تغذيه يسوي شيء بيوصل لثلاث امتار فهذا يخالف المعقول فانت اجعل لا تجعل لاحلامك سقفا نعم ما دام ان تحقيق الاحلام بيد الله لكن لا تخالف المعقول يعني اضرب لك مثال اللهم اني اسالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فهمتني؟ في درجه عاليه في الجنه هي الوسيله هي لمن؟ لمحمد عليه السلام ما تقول يا رب اللهم اني اسالك الوسيله هي للرسول عليه السلام وخالفت الشرع خالفت المنقول والمعقول انت كذا بالطريقه هذه اذا نعم لا تجعل لاحلامك سقفا لكن بشرط كما قلنا لا تخالف المنقول ولا المعقول طبعا يعني